هي في الحقيقة هذه مبادرة ديال الوكالة الفضاء الأمريكية، اللي هدف منها هي محاولة أولا تحفيز الشباب على ولوج تخصصات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا في العالم. ومن خلال هذه المبادرة يعني المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم قدمت ترشيحها، هذه تقريبا أكثر من 7 أشهر أو 8 أشهر تم دراسة الترشيح وتم المصادقة عليه بتعاون طبيعة الحال مع مؤسسة كايسف لعلوم الفضاء، وكذلك بتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. وكما تعرفون أن المحطة الدولية العالمية هي محطة مشتركة بين مجموعة من وكالات الفضاء العالمية، أكيد أن البداية كانت في أواسط الثمانينات بمشروع للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن نظرا للميزانية الهائلة اللي كيطلبها مشروع كهذا تم طبيعة الحال الاستعانة بشركاء آخرين يشتغلون في مجال الفضاء، خصوصا وكالة الفضاء الروسية، الوكالة الفضاء الأوروبية، كذلك هناك وكالة الفضاء الكندية واليابانية، وكذلك مساهمة وكالة فضاء أخرى. وبالنسبة لنا كمغاربة يعني وكجامعات مغربية هذا حدث مهم جدا، خصوصا فيما يهم الجانب يعني التحفيزي بالنسبة للباحثين والطلبة بشكل عام للاشتغال في المجالات المرتبطة بعلوم وتطبيقات الفضاء، وهو كذلك مناسبة حتى بالنسبة للتلاميذ في المدارس الابتدائية وربما حتى في الثانويات. بمناسبة احنا دعينا مجموعة من التلاميذ من الأكاديمية الجهوية هنا في الرباط وسلا وقلترة لحضور هذا الحدث، ومن خلال طبيعة الحال هذه المشاركة هي كذلك مساهمة منا في الإشراك الجيل الصاعد في هذا الحدث والاهتمام كذلك بمجالات مرتبطة بالفضاء وبالعلوم والهندسة والرياضيات بشكل عام، خصوصا أن يعني هذا عصر التكنولوجيا بامتياز نظرا لتعدد التطبيقات مجالات متعددة يعني في حياتنا اليومية. احنا يعني كنعيشوا واحد الثورة كبيرة على مستوى يعني التكنولوجيا المستعملة في التواصل، في الحياة اليومية، في الاتصال، في النقل، في الصحة، في الفلاحة، في تطبيقات متعددة. بالنسبة للمعيار الأساسي هو إتقان اللغة الإنجليزية بطبيعة الحال، لأن بحكم أن رواد الفضاء بشكل عام يعني إما كيتكلموا لغة اللي ما كنتكلموهاش ربما ثانية ولا ثالثة، كتبقى اللغة المشتركة هي اللغة الإنجليزية. والجانب آخر هو اهتمام بالعلوم والتكنولوجيا، ونظرا بحكم تخصص المدرسة في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات فبطبيعة الحال عندنا ارتباط مباشر مع التكنولوجيا.